إشعاعية أو أنشطة إشعاعية بالنسبة للجندي الإفريقي تنظم جمعية جسر اليوم لقاء عائلي بالتنسيق مع عائلة الحموتي الخضير. هذا النشاط تحت عنوان دور المقاومة المغربية في الحركات التحررية لشمال إفريقيا. هذا النطاق في هذه الندوة الفكرية لم يكن هناك المتلقي أو مداخلات، وإنما فتح نقاش للجميع. ثم بالنسبة للجندي الإفريقي، هذا التاريخ ما خصوش يبقى منسي، لأنه تاريخ المنطقة وتاريخ منطقة بني نصار من أولويات ديال الفعاليات الجمعوية هو العمل على هذا الموضوع الذي يهم الساكنة. للأسف كنا عرضنا جميع بالنسبة للمجلس، وخا حضر معنا السي فؤاد سقساق كمعارضة كالآخر، ولكن المجلس عندما نقول المجلس نقول من يسيرون المجلس، لأن هذا الموضوع موضوع تاريخي، موضوع يهم الناشئة. كان على المجلس ماشي مجلس، كان السيد نور الدين ماني رئيس لجنة الثقافة والرياضة، حقاش تيهم بركة لنا غير سي نور الدين اللي حاضر، حقاش رئيس لجنة الثقافة والرياضة، لأن هذا الموضوع خص يكون بين برنامج ديال هذه اللجنة. المجلس ياخذ على عاتقه هذا الموضوع التاريخي، ما قام به، من هو محمد الخضير الحموتي، ماذا قام به خلال حياته النضالية بفترة المقاومة، والدور ديال المقاومة ماشي غير وطني كما جاء في الموضوع في جميع الحركة التحررية لشمال إفريقيا بما فيها الجزائر تونس ليبيا الزوار يجوز قضي العائلة الحموتي للشخص نسن خضاريتو أول نغ أنسيور المقاومة المغاربية الدور ريفي ذايس نغ الدور نارا غنسيور محمد الحموتي ومش نسن الدور ريفي ذي الثورة الجزائرية، خاصة ذي الثورة الجزائرية وبتاتي توتم الزوار تياف عن المشعل المقاومة ما مش نسن الجزائر تحت زي الطرف الفرنسيين عام 1830 ودفن منطقة نومي قام سيدي فرج السنيح تل منطقة الشمال تكمر على عكس دين تتغان مثلا دي منطقة قلعية نغنظر إسبونيا ودفن دغامريتش قيمة دي مريتش لأنه في نجل مقاومة شديدة تم قرنت منع إسبونيا ما حد غاسني لجتياح ضم قرن خمينة ودفن العكس الجزائر دي 1830 من تدف فرنسا تغل وقت العثمانيين عاد وفي نجم السهولة إذا يحتل الشمال الجزائر مع العلم أنه الجزائر وقنيت وغاسجن أسطول حربي تعتبر من أقوى الأساطير الحربية ذي البحر الأبيض المتوسط، ولكن ذي ساعة تني الأسطول الحربي العثماني ما حد ذي دافع خل الجزائر يروح يدافع خل يونان وغادي يجن حصار عثماني مضروب خل يونان، والأسطول اللي ما حد ذي يخدم الشغل نزل الجزائر يروح يحاصر اليونان. سويني انتفع انه زي 1830 1832 غادي نجن السهولة الاجتياح جن السهولة الاحتلال ذا انت تدي باني جوريفي لأول مرة ادي باني جوريفي نشنانين اذاري فيه لأنه دي الجزائر تعتبر ذات زيري نشن قارس اللي ذاري فيه هو الأمير عبد القادر الجزائري الأمير عبد القادر الجزائري بن عبد الملك بن محي الدين بن قادة بن مختار بن سيدي عبد القويدة في تفارسيت انت الأصل زياد يرور
زيد فارسيت بالضبط شامس يثيرون ذات غثبة المقاومة نيجوري في المنطقة النظر نغريف الشرقي يقود المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي وذين مجموعة المعارك انتصر ذي سنت الأمير عبد القادر الجزائر تضاهي المعركة باركو ذي اللوبو ذي انتتي وقع المثل وقت نشي محمد مزيان نغ أنوان نغ سيدي وارياش قانس معركة القطع معركة القطع عش معركة تمقرد يضطر فرانسيس هذا يعترف الدولة الجزائرية ذي الشخص الأمير عبد القادر ومش تسل الإعلام يغاصر الجزائر حاليا هو من ابتكار الأمير عبد القادر ولكن التحالفات الخيانات الانقسامات وقع عند الجزائر لأن تغادر العثماني النغري ذي جيت من الشرق قانس البي حمد واني ينشق ويقضي تحالفك الأمير عبد القادر يضطر الأمير عبد القادر هذا ينهزم داخليا هذا يارور ذي تتغى عموميس يدور غاس قاعدة عسكرية ذي صبرة ذي زيو غاس قاعدة عسكرية ذي سروان غاس قاعدة عسكرية ذي العمر جتني مزنغان أخر خذي لجم منطقة قانس أذرار وشارقي نسبة إليه شرقيين يعني الجزائريين وسويني ثوز ديج مجموعة ثورات ثورة الشيخ بوعمامة ثورة الشيخ ولا تصل ولا الثورات اتصل الفترة انسوا الفترة يخن السور نشين هي الفترة فتح نوفمبر الثورة الجزائرية 1 نوفمبر 1954 ذين تتي في 2001 الجامعة محمد الخامس ذي رباط ستنسيق لجمعية البحث العلمي ذقني جن ندوة عاظم دايس الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلا أحمد بن بلا رمي في ثيوضة ديوش الكلمة نس ذي ندواني الناس يجن كلمة تقيم شهيرة الناس لولا مساعدة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي لما قامت لنا قائمة معكم تكون مساعدة الأمير عبد وثنتيس شهادات الجزائريين محمد القنطاري ذي الكتاب النس القواعد الخلفية لجيش تحرير الجزائري السور خل المغربي السور شهادة الجزائريين ونقابل شهادة المغاربة ما عند خارج تكتشفونا وذي نجي كلمة الناس يدعوا الناس يد أحمد بن بالله الناس أول سلاح استعملت ضد الاحتلال الفرنسي للثورة من فتح نوفمبر كان من مال خاص الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ذي انت ترميث كالثورة ذي 1 نوفمبر 1954 كذي الجزائر مارة ما عدا الغرب الجزائري يعني ما يسمى عملة وهران ذي انت تير القادة المنطقة عملة وهران تغين متابعين مطاردين ربعة صفان تنغين تن ربعة من عند ندير حبوسات ربعة اشتباسن اضاورا ينوم اشتبا ضاورا من يتغيسن وسين ذين تتغى ثداثة ذين جا حاليا اقتضاغات الزثنة ثداثنا عائلة خضاريتو وسين ذين تتي القدر الكبار مقرنا الجزائر واجبو مقاومين عاديين فدائيين عاديين يوذن غاس الوزن صندام قران ذين حسينية حمدي موثني ذنظ ديني احمد بن بلا ديني الهواري بومدين ديني عبان رمضان ديني كريم بالقاسم القياده ثم قرانت عبد الحفيظ بوصوف ايش عدد ام قرانن وسين دغ الشخصه ام قان خضاريتو بس خضاريتو محمد الخضار ولشين الجندي الافريقي وسين دغ بس خضاريتو محمد الخضار وسين دغ جنس السيد عوض ايش مجموعه عارفين ايش قناه الشوراق شوراق يسكز دوينة يسكز بوذية في جن رسالة أقد جن كتاب قناس الحركة الوطنية ودعموها في تحرير المغرب والجزائر محمد حمول السيدالي الرسالة مشهورة يقارس ونث بوذية يحمدون شوراق يقارس إذا لم يأتينا السلاح في أقرب وقت سوف نفنى يعني الحياة المنطقة عملت وهران ما يسمى الغرب الجزائري توغت تسمى ثبت في المنطقة نارف مريع ذو يسن بسناح غاسني لجن دي هذه المقاومة ذوينا مرا وادي يسيبو السناح هذه لجن فارسة سهلة الاحتلال الفرنسي سويني ما مش نتورى أنه محمد الخضير الحموتي من يعني أنت من يعني أنت إجل اللغز ضم قران يقصح شحال ما خاص نوزو يتزارين مع الأسف وخاص سيور إنشاء ما عاد يجن قناص الشيف عبد الدايم يجن كتاب نص قناص عبد الحفيظ بوصف ذيني إشارات أنه محمد الخضر حموتي توثيج شخص عظيم توثيج شخص يقدم مجموعة المساعدة للثورة الجزائرية وذي كوارب الثورة الجزائرية يتحبس ذي الحبس المريتش نشين تفذي مجموعة الصور يكفينا أنه الصور ذي غزة
يجو مع ثناف يكسي ملفات رجل دبلوماسي يتمثل الدبلوماسيه الجزائريه، يجو مار اثناف يمنع شاشورات ورجل مقاوم، يجو مار اثناف غربون سميق النصر لانه ذي نجم مجموعه الكتب سوى غربوا يوم يقال النصر فيكتوريا، ولكن مع الاسف وسوى نشخ بابنس جزريغ الوثائق وخضاريتو وثائق مونث الملكيه وغربويه تعود الوليد نس الشهيد محمد الخضافي يحمى ربي. وانت في الشمارات ذي صور مجموعة العواصم ماشي نسن باللي محمد خضاري ويروحو ذي السارة ذي الأهرام ذي إشارة أنه ويروحو غا الأهرام غا مصر ذي شن صورة كالأهرام ويروحو من أجل ذيك شن صورة تذكارية كالأهرام نسن ذي الأهرام ذي الجيزة ذي حدائق الكبت وذي الأمير محمد عبد الكريم الخطابي ونسبع عدوانه وتغادي شن التنسيق لأنه مرين توين نسقنا كالأمير عبد القادر الأمير محمد عبد الكريم الخطابي نهاية نسيت وتم أساوية عبارة عن مجموعة الاغتيالات نزرع باسم سعدي نزرع حدوية قشيش نزرع محمد الخضر الحموتي صور ذي صوفيا صور ذي موسكو صور ذي مجموعة العواصم هنا توت ممثل السلاح يتوت ورد السلاح زي مش سقان زي الدول الأوروبية توت نجن عدد الدول الأوروبية خصوصا الدول الشرقية توت ساعد الثورة الجزائرية وذين يجن الصورة شهيرة يجن الصورة شهيرة كي جون ليماني تغث ذا عسكاري غا هتلر تغضي الجيش النازي رمين هزم الجيش النازي عسكاري نيار ورغا طنجة يجن وغا ربو ضم قرن يخدم دي تجارة الأسلحة قناة جورج بوتشير وين تتي ذين يجن مجموعة الصور يشني تنتخذاريتو يعني مجرد تي لذاك الشخصة يعني راك يجن الدور ذي تمويل الحركات التحررية بوينات تغضي الدبارة حتى رسناح رسناح تغضي تنسيقك جورج بوتشير وين تتي يتبارز در سناح ما حد غادي يصيوض غاوينه ونمشي نسن عمليه ما حد تصيوض در سناح غا الجزائر تغادي تجي عمليه صعبه لانه جاي 54 57 تغادي شويه التساهل شويه يعني المقاومه تفن شويه التساهل ذي تمرير السلاح الى الجبهات الداخليه الجزائر ولكن زي 67 زي 57 52 نمشي نسن تغادي نجي نخط مكهرب قناص خط موريس نجي نخط قناص خط شار ومع ذلك تغادي نيري فيين تغامان تقل مغامرات محدد السودن رسناح الى داخل الجزائر ومش نسن مشي نسن بلي ثدات هذا سودي تعتبر اجمع علامة اثرية تاريخية الرخي الفترة الحركة التحررية ديال المغرب والجزائر وثاني تتوتي جم مدرسة تكوين الضفادع البشرية ممشي سول عبد الشيف عبد الدم دي كتاب نس عبد الحفيظ بوصف تتكون اندنتتي الجنود المغاور يتوا تخربن يغربوا ثاند ونيت وتيرين دير موين رسناح توتي جم مدرسة تكوين ونات تكوين الضفادع البشرية وتوات قزنغان امشي نومي قنا ريغولاريس نمرو خمسة نيغ معروف سلقشلام قزنغان توذي ني المخابرات الثورة الجزائرية وميقان مالك برئاسة عبد الحفيظ بوصوف توذي جم مدرسة تكوين ممرضين توذي ني الجيش الجزائري برئاسة الشيخ بلقاسم وبالإضافة تغذي ذي ذي زي ذي سلوان الإذاعة والثورة الجزائرية لغة تخر رئاسة نجن قناص رشيد كازاني رشيد مسعودي ورشيد مسعودية تخدم كسجن قناص عيسى مسعودية بعد ذلك أنت تغذي تكون ذي النظر وانت عيسى مسعودية تغذي تصور ذي الإذاعة للثورة الجزائرية ذي سلوان وذي نجن الشهادة قاري تخص الهواري بومدين قاري الصوت عيسى مسعودي يساوي نصف الثورة الجزائرية بالإضافة إلى القشلي تغذي ذي الكبداني تغذي نجن قشلة تم قرانت القشلية يسير خاصة بعد محمد قنطاري ذي كتاب النس القواعد الخلفية لجبهة التحرير الجزائرية يسير ديني إشارة أنه تغادي نجم مجموعة الزعماء الجزائريين تطرحن ديني ومن بين الزعماء العالميين تغادي تطرحن تغادي حتى نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا ذي 61 ممشي نسين شينيار ورزي نظام الأبارتايد ديال جنوب أفريقيا يلتحق ذين تاتي تغادي تكون ذي أوتيل وميقان أوتيل إسلام يدوسيز ذي بارادا قبة أوتيل كيرت وتغاس ميليشيات ميليشيات تسمى تواتيك الحرب العصابات ضد النظام الابارتايد توجن دي انجلا دي جنوب افريقيا يعني المنطقه ناريف توشا اطاس الجزائر ماشي تكون تعتبر في الغرب الجزائري ذا الريف يجم منطقه جغرافيه ديشتن لانه الاغلبيه ما مش السن المناطق غانغدين تاتي من اصول جزائريه ذين غانغي مجاد نزي وهران غانغترارا زي دزايا غانغدي الزوضه ذني ودن ميقان ولاد اريحيين زي ولاد الرياح زي معسكر ذين تسمى روابط عائليه ذين روابط وناس عرقيه تعتبرت منطقه ديشتن لانه هذه معركه سيدي واريا شمال
قبل كتب سيد الوارش وغادي ني اقرعين وسيد يزنزن وسيد حتى يولا زوهرا. الحصار نمريتش في 1771 1773 وقت محمد عبد الله وسيد يودا زيد زايا المدفعيين شين يودا نجم تجريد عسكري عباره نبدا ديني جوهرا منطقه قلعيه ديال جد التآزر من اجل المقاومه من اجل التحرر وغادي نبوج يعني جد تجزئوا وسوينين قارس باللي منطقتنا الريف باش منطقه تاريخيه سوا الطاس تشيج التاريخ ضم قران ولكن توتو التاريخ النص عصا الطاس ما مشى تورى الحرب الاهليه واسبانيو اللي في نروح السنتاتي وما مشى السن نابليون بونابرت لم يستعمر اسبانيا في 1811 1814 يجاو مس دينا دي حكم دي اسبانيا دي الشمال اسبانيا جوزيف بونابرت قد الملك الجنوب اسبانيا تقيم مستقله تحول العاصمه زي مدريد غا كاديس يري في ينتو طرح السنتاتي غا الجنوب اسبانيا ما حدث المقاومه من اجل تحرير اسبانيا بدا نستور المعونات الاستعمار الاسباني استعمار الاسباني انتو انه نشي نساهم في تحرير اسبانيا من احتلال نابليون بونابرت سويني قاغاس بلينصار يجم منطقه الشهداء يجم منطقه ياريزن يجم منطقه المجاهدين كوشا محمد خضر حموتي دي مقاومه الجزائر والمغرب توشا محمد بن قاسم النقادي زير قامو ذي قوم ذي مريتش توشا محمد الرتبي توشا محمد الشادلي توشا مجموعة يا يزن استهجن وخاصنا غير نفضل الغبار والسلام عليكم.